عسلامة الناس الكل في القناة. أعلنت لرمين صفر الفنانة الاستعراضية اعتزالها الفن واعتزالها الصعود فوق المسارح والحفلات، وكتبت في تدوين على صفحتها في الانستغرام وفي الفيسبوك، قالت: الليلة هي آخر ليلة فيها على المسرح كفنانة استعراضية، أعلن اعتزالي في أول المشوار، انتهى شغلي مع متعاهد الحفلات أنيس فليس وكل المتعاهدين، نشكر كل الناس اللي ساندتني، الناس اللي واخذة منهم عرابا غدوة نتصلوا بيهم ونرجعوا لهم فلوسهم. وعبرت نيرفين صفر على الاعتزال بتاعها في فيديو نشرته في ستوري على انستغرام، كانت فيه تبكي ومتأثرة على الاخر انها باش تنهي الكارير بتاعها الفني وهي مازالت كي بدات.